بسم الله لا اله الا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. احنا في سوق دمنهور العمومي للمواشي ومعاكم قناة المواشي اليوم يوم 3/7/2022 وتعالوا نشوفوا البقر العشر النهاردة في سوق دمنهور اسعاره ايه. الله اكبر بسم الله ما شاء الله. السلام عليكم يا رجالي. كل سنة وانتم طيبين. طيب الله يبارك لك. تعرفوا بيك يا حاج سعد عباس حمود. سعد عباس حمود محلة فرنوة تبع مركز شبرخيت محافظة البحيرة. امال الحاج رمضان في ايه؟ حج رمضان بتاعها جاي في الارضيه. الله يبارك له وقويه. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر بسم الله ما شاء الله. كسرين حاجه ده ديت كسر اربع سنات. اربع سنات بسم الله ما شاء الله. والفرح منها. الله اكبر. ودي كسره ست. ودي كسره ست. ده عشر كام؟ ده عشر سبعة. والاولانيه عشر سبعة بسم الله ما شاء الله. عشر سبعة. الله اكبر. ب 24000 الحمراء. بسم الله ما شاء الله. وديت ب 24200. 24200 وعشر كم؟ عشر ستة نضيف. عشر ستة نضيف. الله أكبر. الجزء اللي هناك. والجزء اللي هناك دي عشر خمسة ودي عشر ستة. عشر خمسة وعشر ستة بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي على الماء. دي بستة وعشرين ألف. ستة وعشرين ألف بسم الله ما شاء الله. ودي بخمسة وعشرين وسبعمية. خمسة وعشرين وسبعمية يا جماعة شهر البقر العشر بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. تفرج وملع عينيك وصل على حبيبك النبي. الله أكبر. اللهم صل على النبي. انت بتشتري منه حي؟ ايوه. الله يقويك. انت عرفه باسمك. طيب انا السعيد رشوان. المعلم السعيد رشوان. قاعد فين يا عم السعيد؟ دمنهور. وتجار دمنهور شبرا. الله يقويك عم السعيد بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي على المال يا جماعه. البقر العشر بسم الله ما شاء الله عليه. الله اكبر. اللهم صل على النبي. الله اكبر بسم الله ما شاء الله. الجزء انا قلت لك 26000 و25700. اللهم صل على النبي بسم الله ما شاء الله. الله يمال ما فيش منه يا حاج. بيع واشتري معاهم. الله يقويكم يعينكم. تشاف السوق اهوت بالنسبه للبقر ما عادش ولا بقره هنا. الله اكبر. لكن اللحم السوق مليان هناك. الله اكبر بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. البقر العشر يا جماعه مع المعلم رمضان بتاع محله فرناه. والله يقويه ويصلح حاله. الله يبارك لكم يا معلمي. طب ادينا رقم التليفون لو حد عايز حاجه يتواصل معاكم. 100 100 18 18 75 75 29 129. اي حد يتواصل معاكم تبع قناه المواشي اليوم بالله عليك تعملوا معاه واجب. صباحكم ابد ومتشكرين جدا. الله يقويكم ويصلح حالكم. اللايك والاشتراك لقناه المواشي اليوم عشان يوصلكم الاسعار يوم بيوم. اشكركم على حسن المتابعه داخل مصر وخارج مصر. هنسيبكم في رعاية الله وأمنه. وإلى اللقاء يا خير الأصدقاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.